بدي أحكي عن موضوع في مرة طلعت أنت فيديو عن الزراعة. شو كان هذا الفيديو؟ وبعدين كمان كان في ردة فعل، كان في انتقاد إلى حد كتير ما كبير. شو صار بالضبط للعالم اللي بركة ما بتعرف؟ اللي صار، أنا كان صار لي فترة كمان، نرجع على موضوع الهوس، مهووسة بالتنمية المستدامة. يعني هالفكرة، فكرة الزراعة المستدامة وفكرة كل شيء له علاقة بالcircular economy، يعني الاقتصاد الدائري، وبالcomplementary currency يعني الalternative currency، وكل شيء له علاقة بالصناعة المحلية والزراعة المحلية وكل شيء المحلي وهاللوكاليزم. أنا مهووسة بهيدول المواضيع من زمان. فلما بلش بالجبل كمان، وأنا أنا من الضيعة، أنا جاي من بعبدات، أنا ربيت في عنا إن دجاج، وجدي عنده جنينة ناكل من جنينة وناكل بيض طازة من جنينة، ولا قاعدة بغومة كمان وهلأ بغومة عم نعمل زيت الشي. فعندي هوس بهذا الموضوع، لأنه بآمن بهذا الشيء، وبآمن بكيف الإنسان لازم نحن نرجع نقلد شوي نمط الطبيعة، نقلد الطبيعة، لأنه ما في أزكى من الطبيعة، ما في أزكى من سيستام الطبيعة. فيمكن منكون الأقرب للتطور، أنا بلاقي لما نكون الأقرب لنمط الطبيعة. يعني هلأ الناس بتفكر أنه أنا عملت فيلم عن الزراعة، شو بدي كلنا نشيل المزارعين، كأنه المزارع يعني شيء متدني. أنا بالنسبة لي هلأ المزارع هو الأكثر تطوراً بالعالم كله بأي شيء، لأنه لما بتكون قريب من الطبيعة وبتعرف تقلد نمط الطبيعة بالزراعة، بتكون عن جد عم تقرب يمكن لأقصى التطور. فأنا مهووسة بهذا الموضوع، صار لي زمان بهذا الشيء. لما بلشت الأزمة الاقتصادية هالقد تتفاقم وهالقد يصير في مشاكل، صرت فكر أنه طب هيدي فكرة الزراعة، فكرة أنه واحد يزرع حد بيته أو يستفيد من أي بقعة أرض حده حتى يزرع فيها، مش بس انه اكيد هلا هي مش رح تحل المشكله الاقتصاديه، بس حتى نفسيا واحد بيحس حاله منتج، انه ما في احلى من انك انت تعيشي على كمان على نمط الطبيعه وتنطري هالنبته تطلع وتسقيها، بيعطيكي هدف، بيعطيكي يعني بكفي نضلنا ناطرين كرتونه الاعاشه اخر الشهر. يعني بنفضل كرتونه الاعاشه على الزراعه. فبلشت انا افكر انه طب كيف ممكن، شو بعمل؟ بعمل فيلم وثائقي عن الموضوع، بصور ناس عم تزرع، كنت اجتمع مع كتير ناس بيفكروا مثلي كمان. يعني نحن هيك شوي مجموعة ناس شوي منحب هيك الأناخشيست، شوي منفكر بغير طريقة، وأنا السيستام التقليدي بالريبريزنتيشن وبأنه القوة والباور يكون بإيدين نخبة، أنا ضده. يعني ما بلاقي هيدا هو الحل. الحل هلأ بإيد الناس، بإيد الشعب بقى. فكنا نجتمع شوي ونحكي عن هالمواضيع ونفكر، وأنا أفكر شو بدي أعمل، بعمل وثائقي، بعمل بدي أحفز هيدي الفكرة. خاصة لما كنت أشتغل مع ناس، مثلا أنا وقت الفيلم عشت بالنبعة وشفت شو عم بيصير بالنبعة وشو هي حاجات الناس. صرت فكر طب النبعة فيها كتير محلات متروكة، فيها كتير بور متروكة، فيها زبالة أو فيها سيارات مكسرة. طب هيدول البور إذا منحولهم مثلا لمحلات نزرع فيها، نخلق نوع من circular economy، communal kitchen، يكون في مطبخ للكل، نقدر يكون في نوع من كيف بيقولوا إشانج، تبادل مش يعني، ومتكل على 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 كرنسي بديله، على مصاري بديله. يعني انه شوي اوكي، شوي تفكير ممكن ما يتحقق بدون تعطيني دجاجه او يعني بهل بهل بعتقد هذا شيء كثير يعني جنن. فهيدا كان الهدف. ووقتها بتذكر حكيت، عملنا هيك اجتماع، حكيت مع بيت البركه، حكيت مع لبنيس فود بانك، حكيت مع ريجينريت لبنان، حكيت مع عملنا هيك جروب، وبلشنا نشوف كيف بدنا نطلع بهيدي الفكرة، ويمكن نعمل حي نموذجي بيشتغل بهالطريقة يلي هو حي النبعة.
فبلشنا نشتغل على الموضوع سوشيال اكسبيرمنت يعني سوشيال وبلشنا نشتغل مش نحن بلشنا نشتغل حتى مع اهالي النبعه يعني عملنا اجتماع مع اهالي النبعه وصاروا اهالي النبعه كل واحد يفكر انه لحظه انا عندي ارض تركه ليش ما برجع بطلع بزرعة عندي مع 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 العيلة ومع أولاد العم وأولاد الخال فيني أنا أطلع أخذ تراكتور مثلاً من الجيران وأجي أفلح الأرض وأزرع فيها يعني صار في صار في تحركت الأشياء بهيدا الاتجاه وهذا شيء عطاني كتير هيك أمل وقوة وليش لا من بعد ما من بعد ما بلشنا بالمشروع وبلشنا حتى نشتغل على موضوع الـ 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 المطبخ الكوميونال كيتشن واجت الكورونا اجت الكورونا ووقفت كل شيء بطلنا اكيد الخوف هيدا الزايد يلي بطل حدا يحكي مع حدا وكلنا قعدنا ببيوتنا وما حدا هيدا فبصدق اول لوك داون بتذكر كان اول لوك داون فصرت فكر طيب كيف بدنا نعمل هيدا تحفيز هيدا الفكرة بالذات انه الزراعة هيك طلعت فكرة انه احسن شيء بنعمل غنية بقى عم بقله لخالي تعال نعمل غنية العلاقة بالزراعة قال لي تعال نحول كلمات حشيشة قلبي وهيك بلشت بلشنا قعدنا مع جورج خباز وخالد وحولنا الكلمات وبعدين اتصلت بإلي فهد اللي هو صديقي ومخرج كتير موهوب جمعنا فيديو من ناس بنعرفهم عم بيزرعوا كل واحد صور هيك شو عم بيعمل الأرض وبعتلنا وصرنا كمان نعمل مونتاج كل واحد ببيته أنا وإلي وعملنا هالفيلم ظناً مني أنه عم بعمل شيء منيح أنه عم يمكن لأنه أنا مآمنة بهيدي الفكرة يعني مآمنة بأنه نحن مش أنه هيدا الشيء رح يطلعنا من 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 أزمتنا الاقتصادية بس هيدا الشيء هيدا الشيء هو هو أنه هيدا المستقبل يعني ما فينا نهرب منه هيدا المستقبل فبلشنا وعملنا ونزلت وقامت القيامة ولما قامت القيامة بس ليه قامت القيامة كرم العالم ما بتعرف قامت القيامة انه انت عم بتمنع العالم من انه ما يروحوا على الثورة وما يسوروا وانه انت مين فكر حالك ماري انتوانيت ماري انتوانيت الزراعة المستدامة في حدا كتب هيك شيء انه انت ما كأنه انا ما قالي حق ما أرنوكي كمان الناس مع حدا ويكون عندي كأنه الثورة حكر على ناس ولا على مجتمع معين او حكر على او الاحساس بالاخر او البحث على العداله الاجتماعيه هو حكر على حزب او على طائفه او على يمكن طبقه معينه من العالم مش مزبوط في يعني انا كمان اللي فكر بهيك اشياء ويمكن هلا فهموها غلط انفهمت غلط هل ماشي ما بيعني انه انا معي حق وهني معها يمكن انا اكون غلطانه بس ما بدها يعني ما بدها هالقد الكم من الكرة تذكرت بوقتها وهلا بعدني بتذكر اختيك كتبته صحفيه بحبها اسمها سحر مندور حكيت عن مسلخ الثوره كيف بهالثورة مثل كأنه صار في ناس عم بتغربل الناس يعني مثل كأنه في حكر على مجموعة معينة أنه بس هاي المجموعة فيها تسور أو هيدا المجموعة بس أو هيدا الحزب بس أو هيدا التفكير بس أو هيدا الطيار بس أو هيدا مثل كأنه حكر ما حدا بيعزم حدا على الثورة وأنا أكتر شيء كان يضحكني العزيمة على الثورة أنا عندي عن جد عتب كبير على مجموعات الثورة يلي ما قدرت تتخطى هيدا الموضوع وهيدا الجلد وهيدا المسلخ اللي سمته سحر مسرخ لأنه المسلخ ما حق فيه كنت عم تحكي عن إنه كيف هي تعرض للتنمير كمان لما كنت عم تكتب المقالات وهيك ما بتذكر ما بعرف بالتفاصيل على أي موضوع بس بعرف كتير ناس وقفت كل نشاطها من وراء هيدا يعني الظلم اللي صار على السوشيال ميديا فأنا بتذكر أنه يمكن هيدي الفترة اللي بلشت تتشرذم فيها الثورة بلشت تموت يعني بلشت العالم يصير فيها عندها أقل ثقة بالثورة لأن صارت تخاف صارت الناس تحس حالها أنه
أنا هيدا يمكن مش مطرحي، أو الناس اللي عندها أفكار، الناس اللي عندها مبادرات، الناس اللي عن جد ممكن تغير شيء على الأرض، أو ممكن تساعد، أو ممكن توصل الصوت أبعد، أو ممكن تكون مثل أنه سيبار يعني كبير للثورة، انسحبت، صارت تخاف، صار واحد بينزل ما بيعرف إذا هيدا محله أو حس حاله بمحله، أو يمكن مش لازم يكون هون. أو فأنا عندي عتب كتير على هيدا الموضوع. الثورة بلشت بالناس، ما لنا حكر على حدا ولا على ولا مجموعة، لا على اليمين ولا على اليسار. هلأ إنه اليسار بس، إنه هو كأنه اليسار بس بيحكي بالعدالة الاجتماعية، وإنه واليمين بيحكي عن السيادة. مش مفروض هيك، كلنا مفروض نحكي عن العدالة الاجتماعية، كلنا من كل الطيارات ومن كل الأحزاب ومن مين ما كان نكون، والغني والفقير، كلنا مفروض نكون عم نطالب بالعدالة الاجتماعية، عم نطالب بحقوقنا، بحقوق الإنسان، بحقوق المرأة، بحقوق الطفل، بالضمان الاجتماعي، بضمان الاستشفاء، بحقوق العمال، بحقوق الخادمات والعاملين الأجانب، بحقوق يعني كلنا مفروض نكون عم ندافع عن هيدول مثل تحصيل حاصل بالبيئة، بالإنه تنحل مشكلة الزبالة. كلنا هذا تحصيل حاصل، مش حكر على حدا معين. وإذا أنا نزلت طالب بحقوقي، مش إنه مالك حالا نتيجة من طبقة معينة، أو لما أعمل فيلم عن الزراعة. فهيدي هيدي المسلخ اللي صار للأسف أذى كتير الثورة، وأذى كتير الزخم الناس اللي كانت تنزل بكتير من ال نية طيبة بكتير من النية الطيبة، وعن جد بأمل إنه نحسن وبأمل نصير. فأنا هيدا لنرجع موضوع الزراعة، كان إنه شيء تلقائي، ما بيعني إنه أنا معي حق، وما بيعني بس إنه مش ضروري واحد. أنا كتير عندي عتب على ميجافون مثلا، ميجافون من من المنابر يلي أنا كتير بحبها وبحترمها، وبعتبر حالي إنه نحنا يمكن عم نقاول على نفس الجبهة، عم نقاوم عن جد على نفس الجبهة، شو ما كانت الخلافات السياسية، بغض النظر عن توجهاتنا السياسية، لأنه كل واحد عنده أيه؟ وجهة نظر. بس كلمة العالم ما بتعرف وقتها ميجافون يصطلعوا أوب أد، يعني أوبينيون أديتوريال، مع نسيت شو اسمه، سامر فرنجي، وهو بعتد عمل مقارنة بينك وبين حسن نصر الله، لأنه هو كمان عمل فيديو وبالنهاية حسن نصر الله أكد له مزبوط المقارنة، لأنه بعد 3-4 أشهر كمان هو صار ينادي بالجهاد الزراعة. لا بس يعني أنا بفهم هذا الشيء، بس أنت كمان لما بتفكري فيها you're a public figure، ورح تتعرض على انتقاد، وخاصة إذا عم نحكي عن مواضيع اجتماعية وكتير إذا بدك يعني very complex. بعتقد يعني الطريقة الوحيدة اللي فيك تقولي لهم كلهم يسكتوا هو تطبق هذا البرنامج اللي أنت كان عندك إياه، وتفرجينه هذا الشيء في يزبط. أنا وميديا بيطلعنا كل وقت انتقادات يمين شمال constantly شو ما نعمل شو ما نعمل، وبيسبونا وبالشخصي وهيك. وات سام بوينت تقولي إنه هل أنا بدي أركز على القصص النيجاتيف ولا بدي ركز على القصص الإيجابية؟ هو بالمطلق أكيد معكم حق، أكيد بس.